كما التقى اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قائد الحرس الملكي البحريني، سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. وأكد سموه على أهمية تواجد المسؤولين في القطاع التجاري والصناعي خلال هذا الحدث، وناقش عددا من الموضوعات وأبرز مستجداتها، مشيدا بجهود سعادة السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. من جهته شكر السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سموه على الاستقبال، وأشاد بتنظيم مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع هذا العام، مشيرا إلى التطور الملحوظ فيه، وأكد على المستوى الرفيع للمؤتمر الذي ضم عددا من صناع القرار الدوليين.